نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هجر الزوج لزوجته هل يدخل في الحديث المقدر لمدة الهجر بثلاثة أيام؟ ومتى يسوغ للزوج أن يهجر زوجته أكثر من ثلاثة أيام؟ هذا معصية، هجر الزوج لزوجته على النشوز هذا هجر عن معصية، ما هو هجر عن أمور دنيوية، لأن النشوز معصية، ويهجرها إلى أن ترتدع، واهجروهن في المضاجع إلى أن ترتدع عن نشوزها. نعم.